السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. آخر مستجدات قاطيني دور الصفيح من الجهة الشمالية ديال دوار الحارث واللي جانا في اليمن ديالنا. حنا غنحاولوا نغيروا لكم المكان، ولكن الموضوع غيكون نفس الموضوع لأنه كاين واحد المستجد، واحد الخبر اللي خاصنا نوصلوه إن شاء الله. القرعة اللي دارت اليوم بزاف الناس كيسولوا واش هي القرعة الأخرى او لا باقي شي قرعه اخرى، اكيد باقي قرعات اخرين ولكن ماشي دابا، اذ انه بين دوار اهل الحارث وبالناصر القرعه الاخيره كانت هي اللي كانت اليوم، ولكن كتعلق بالحالات العاديه. اما بالنسبه للناس ديال الشكايات فغيتم الدراسه ديال الشكايات ديالهم وغادي يرجعوا لهم في شي قرعه اخرى ان شاء الله. هذه من جهه، من جهه اخرى كاينه القرعه اللي غادي تكون في دوار اخر في مكان اخر في مدينه تماره، اللي غتكون في سيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربيه، واللي تقريبا غتنطلق هذا الخميس هذا ان شاء الله. احتمال ان هذا الخميس هذا غادي تكون القرعه، وكنظن انها غادي تكون في الملحقه الاداريه السادسه بالوفاق. نطلب ربي تيسر الامور وما يكون غير خير ان شاء الله. يعني القرعة كتحول من دوار أهل الحارث بالناصر لسيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربية، إذ أنه ربما خاص سيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربية تخوى في أقرب وقت من دور الصفيح، لأن ربما هناك بعض الأخبار تروج على أن كاين شي مشكل على حساب الغابة، وهذا المهم في انتظار ما ستؤول إليه الأيام القليلة القادمة. اللي كاين دابا هو ان القرعه غتحول من اهل الحارث ودوار بالناصر لسيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربيه. بزاف الناس غيقول لك حنايا اللي باقيين في اهل الحارث وبالناصر شنو المصير ديالنا؟ كنقول لكم الناس اللي في دوار اهل الحارث وبالناصر غادي يتسناو دابا حتى يريبوا الناس اللي ديجا دافعين الدواسه ديالهم للبنكه، والناس اللي وفروا الفلوس وكملوا الكاش. كنهضر على الناس ديال ميموزه. اما بالنسبه للبساتين والناس اللي خلصوا الكاش في البساتين فغادي يتسناو حتى يوجدوا الشقق، ما كاينش شي حل اخر. هذا هو اللي كنشوف، لان تلك القضيه ديال البني تحيد لواحد الانسان اللي ما سواش الوضعيه القانونيه والماليه ديالو في ظرف الشهر، فحتى هذاك اللي غادي للبساتين وباغي يخلص كاش فهو ديجا خدا واحد البون ديال البساتين. ما كنظنش ان شي واحد غيبغي يبدل بون ببون. نطلبوا ربي تيسر الامور والله يدير اللي فيها الخير. كاين واحد الناس مساكن اللي ما عندهم حتى ريال، يا ربي جيب لهم شي فراج شي رزيق من حيث لا يحتسبون. نطلبوا الله تيسر الامور ويتحل هذا المشكل في اقرب وقت. يعني اللي بغينا ناكدوا عليه من هذا الفيديو هو ان القرعه بالنسبه للناس اللي باقين في الشيخ الضاوي، الناس اللي باقين في الشيخ الضاوي كذلك نقطه مهمه كنبغي ناكد عليها، انهم الناس في الشيخ الضاوي ما داخلينش في القرعه دابا حتى يساليو ديال الناس ديال تحت السكه، حتى يكملوا الناس ديال تحت السكه عاد غادي يدوزوا لهم. نطلبوا ربي يدير لي فيها الخير والله يسخر الامور. هذا كان المستجد اللي كيتعلق بالقرعه الاخيره. وبالنسبه للشكايات فغيتم المعالجه ديالهم وغادي يقادوا لهم الامور ديالهم. كونوا متاكدين ان كل شيء غادي يتريقل ان شاء الله، الله يدير لي فيها الخير. وتسناونا في واحد الفيديو اخر ان شاء الله اللي غيكون واحد الفيديو توضيحي بخصوص واحد الفيديو اللي كنا درناه في السابق واللي غنوضحوا فيه مجموعه من الحقائق اللي بزاف الناس غادي يتصدموا، ما غاديش تبقى تغرهم المظاهر والدموع ديال شي وحدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. آخر مستجدات قاطيني دور الصفيح من الجهة الشمالية ديال دوار الحارث واللي جانا في اليمن ديالنا. حنا غنحاولوا نغيروا لكم المكان، ولكن الموضوع غيكون نفس الموضوع لأنه كاين واحد المستجد، واحد الخبر اللي خاصنا نوصلوه إن شاء الله. القرعة اللي دارت اليوم بزاف الناس كيسولوا واش هي القرعة الأخرى او لا باقي شي قرعه اخرى، اكيد باقي قرعات اخرين ولكن ماشي دابا، اذ انه بين دوار اهل الحارث وبالناصر القرعه الاخيره كانت هي اللي كانت اليوم،
ولكن كتعلق بالحالات العادية. أما بالنسبة للناس ديال الشكايات فغيتم الدراسة ديال الشكايات ديالهم وغادي يرجعوا لهم في شي قرعة أخرى إن شاء الله. هذه من جهة. من جهة أخرى كاينة القرعة اللي غادي تكون في دوار آخر في مكان آخر في مدينة تمارة اللي غتكون في سيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربية واللي تقريبا غتنطلق هذا الخميس هذا إن شاء الله. احتمال أن هذا الخميس هذا غادي تكون القرعة وكنظن أنها غادي تكون في الملحق الإداري السادسة بالوفاق. نطلب ربي تيسر الأمور وما يكون غير خير إن شاء الله. يعني القرعة كتحول من دوار آل الحارث بن ناصر لسيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربية، إذ أنه ربما خاص سيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربية تخوى في أقرب وقت من دور الصفيح، لأن ربما هناك بعض الأخبار تروج على أن كاين شي مشكل على حساب الغابة، وهذا مهم في انتظار ما ستؤول إليه الأيام القليلة القادمة. اللي كاين دابا هو أن القرعة غتحول من أهل الحارث ودوار بن ناصر لسيدي محمد الشريف ولاد مطاع الغربية. بزاف الناس غيقول لك حنايا اللي باقيين في اهل الحارث وبن ناصر شنو المصير ديالنا؟ كنقول لكم الناس اللي في دوار اهل الحارث وبن ناصر غادي يتسناو دابا حتى يريبوا الناس اللي ديجا دافعين الدواسه ديالهم للبنكه، والناس اللي وفروا الفلوس وكملوا الكاش. كنهضر على الناس ديال ميموزه. اما بالنسبه للبساتين والناس اللي خلصوا الكاش في البساتين فغادي يتسناو حتى يوجدوا الشقق، ما كاينش شي حل اخر. هذا هو اللي كنشوف، لان تلك القضيه ديال البوني تحيد لواحد الانسان اللي ما سواش الوضعيه القانونيه والماليه ديالو في ظرف الشهر، فحتى هذاك اللي غادي للبساتين وباغي يخلص كاش فهو ديجا خدا واحد البون ديال البساتين. ما كنظنش ان شي واحد غيبغي يبدل بون ببون. نطلبوا ربي تيسر الامور والله يدير اللي فيها الخير. كاين واحد الناس مساكن اللي ما عندهم حتى ريال، يا ربي جيب لهم شي فراج شي رزيق من حيث لا يحتسبون. نطلب الله تيسر الامور ويتحل هذا المشكل في اقرب وقت. يعني اللي بغينا ناكدوا عليه من هذا الفيديو هو ان القرعه بالنسبه للناس اللي باقين في الشيخ الضاوي، الناس اللي باقين في الشيخ الضاوي كذلك نقطه مهمه كنبغي ناكد عليها، انهم الناس اللي في الشيخ الضاوي ما داخلينش في القرعه دابا حتى يساليو ديال الناس ديال تحت السكه، حتى يكملوا الناس ديال تحت السكه عاد غادي يدوزوا لهم. نطلبوا ربي يدير اللي فيها الخير والله يسخر الامور. هذا كان المستجد اللي كيتعلق بالقرعه الاخيره. وبالنسبه للشكايات فغيتم المعالجه ديالهم وغادي يقادوا لهم الامور ديالهم. كونوا متاكدين ان كل شيء غادي يتريقل ان شاء الله. الله يدير اللي فيها الخير، وتسناونا في واحد الفيديو اخر ان شاء الله اللي غيكون واحد الفيديو توضيحي بخصوص واحد الفيديو اللي كنا درناه في السابق واللي غنوضحوا فيه مجموعه من الحقائق اللي بزاف الناس غادي يتصدموا وما غاديش تبقى تغرهم المظاهر والدموع ديال شي وحدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.